هكذا بدت بيت لحم من السماء. أما على الأرض فالمشاهد فيها تبدو واضحة أكثر، فمحلها التجارية أغلقت وشوارعها الرئيسية تكاد تخلو من المارة والمركبات. أما سوقها الرئيسي فيشهد حركة خفيفة للمواطنين الذين دفعتهم الضرورة للخروج لشراء ما يلزمهم من احتياجات. والله ما في الحركة ولا نتفة، هيني إلي قاعدة من الساعة 5، والله ما وفيت 50 شيكل وأنا قاعد شايبة كتا بالتنحين أكبر بايع أكل إشي 400 500 400. أنا متكلفة الله الفقاني بس. ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس الكورونا رفع حالة الحذر في المدينة في ظل استمرار حالة الطوارئ. هذا الحذر قوبل بعدم الرضا من المواطنين الذين يرون فيه تقصيرا واضحا من المسؤولين. أنا بتصور إنه أول حالة عند أول إشي مطلوب اليوم عشان الناس تعاود ترجع للحالة الإيجابية ما قبل الإصابة الأولى هي إقالة وزيرة السياحة ووزيرة الصحة. إحنا كمواطنين في مدينة بيت لحم بنشوف إنه بتحمل المسؤولية الأولى بالدرجة الأولى وزارة السياحة اللي دورت على المصلحة والمنفعة الشخصية وأهملت أرواح آلاف الناس في مدينة بيت لحم. بيت لحم تقدر تعيش وتماسك لحالها بدون سياح. بس الشوارع فاضية، المحلات هيك هيك مفتحين على الفاضي. بس يعني قطع الرزق، وين الرزق؟ يعني الشعب يموت من الكلة؟ وين الخدمات؟ من الصدق من حد ما استلم ولا حد الحين ما في خدمات. اتساع رقعة انتشار هذا الفيروس ينذر بكارثة صحية واقتصادية على المواطنين في المدينة في ظل توقف أغلب مناحي الحياة وبقاء الآلاف من المواطنين تحت الحجر الصحي. لفضائية النجاح، عبد الرحمن حسان، بيت لحم.